جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: ما حكم مسابقة الإمام وهل تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة؟ مسابقة الإمام حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به، أي إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر إلى آخر الحديث. جعل أفعال الإمام وأقواله بعد أفعال المأموم، وأقواله بعد أفعال الإمام وأقوال الإمام، وهذا معنى الإمامة. فإذا سابقه في الركوع أو السجود، ركع قبله أو سجد قبله ولم يعد ويسجد بعده ويركع بعده، بطلت صلاة. أما إذا عاد فإنه يكون أخطأ، عليه الاستغفار، ولكن يأتي بما سبقه به بعد الإمام، استغفر الله من مسابقته. نعم.